For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. يوم الإضراب هذا هو رسالة، أول رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإلى العالم كله، أن فلسطين وحدة واحدة بجغرافيتها وسياستها. اليوم فلسطين تتوحد من بحرها إلى نهرها ضد الاحتلال وضد الظلم وضد العدوان على غزة وضد استباحة المقدسات. طبعا اليوم زي ما احنا عارفين تم اعلان اضراب كامل من الحركه الوطنيه الفلسطينيه، واحنا عارفين انه احنا بامس الحاجه كشعب موجود في الضفه انه نقدم اي شيء لو بسيط تضامنا مع اهالينا في غزه والقدس، لانه احنا جميعنا حاسين بشعور العجز. Thank you.